الثامنة صباحا في القاهرة الإخبارية، أهلا بكم إلى نشرة جديدة من القاهرة الإخبارية وبدايتها بأبرز العناوين. تأخير وإلغاء رحلات طيران من وإلى بيروت كإجراء احترازي في ظل التصعيد بين إسرائيل ولبنان. شهداء ومصابون في قصف الاحتلال مناطق وسط وجنوب قطاع غزة. قوات الاحتلال تعتدي على بلدات في رام الله وبيت لحم والقدس وتشن حملة اعتقالات لعشرات الفلسطينيين. والبداية بالتطورات بين إسرائيل ولبنان. رئيس مجلس إدارة طيران الشرق الأوسط في لبنان محمد الحوت أن تأخير الرحلات التي تصل في الصباح الباكر من يوم الاثنين إلى مطار بيروت سببه إجراء احترازي. وقال المسؤول إن السلطات تفضل عدم وجود عدد كبير من الطائرات في المطار في وقت واحد من باب توزيع المخاطر التأمينية. وأكدت الشركة أن لا معلومات تفيد بضربة تستهدف المطار ولا مخاوف من ذلك. من جانب آخر، ألغت خطوط لوفتهانزا ويورو وينجز التابعة لها ثلاث رحلات إلى بيروت كان من المقرر أن تنطلق بعد ظهر اليوم، وكانت شركات تابعة لتركيا واليونان وإثيوبيا قد ألغت أيضا رحلات كان من المقرر وصولها اليوم إلى لبنان. أفادت وسائل إعلام لبنانية بقصف جيش الاحتلال أطراف بلدة حولة جنوبي لبنان، وأضافت أن قوات الاحتلال استهدفت أيضا بلدات مركبة ويارون والخيام وطير حرفة وعيت الشعب بالجنوب اللبناني. وتشهد الحدود الجنوبية تصعيدا غير مسبوق، لا سيما بعد الهجوم الصاروخي على مجدل شمس، بالإضافة إلى توعد الحكومة الإسرائيلية بالانتقام لهذا الهجوم الذي تشير الولايات المتحدة إلى تورط حزب الله فيه. فوض مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف جالانت في اتخاذ قرار كيفية الرد على هجوم مجدل شمس بالجولان المحتل. وأوضحت مصادر بمجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر أن المجلس قرر أن يكون هناك رد فعل قوي على هجوم مجدل شمس، وذلك بعد الاستماع إلى مواقف جميع الوزراء، بينما امتنع وزير الأمن القومي إتمار بن غفير والمالية بتسلائيل سموتريتش عن التصويت. أفاد موقع أكسيوس الأمريكي نقلا عن مسؤول إسرائيلي أن المبعوث الأمريكي الخاص للبنان أبلغ وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت في اتصال هاتفي أن واشنطن قلقة من احتمال شن إسرائيل ضربة على بيروت. وأضاف أن المبعوث الأمريكي حذر جالانت من أن ضربة العاصمة اللبنانية بيروت قد يخرج الوضع عن السيطرة.
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بهجوم مجدل شمس، ودعا غوتيريش جميع الأطراف إلى أكبر قدر من ضبط النفس، وشدد على ضرورة تجنيب المدنيين وخصوصا الأطفال وعدم الاستمرار في تحميلهم وزر العنف الذي يسود المنطقة. من جانبه اتهم البيت الأبيض حزب الله بالهجوم على قرية مجدل شمس في الجولان المحتل، مشددا على دعم الولايات المتحدة لأمن إسرائيل، وكشف عن مناقشات مستمرة مع الإسرائيليين واللبنانيين منذ ذلك الهجوم. وأشار البيت الأبيض إلى أن واشنطن ستعمل على إيجاد حل دبلوماسي من شأنه إنهاء الهجمات على الحدود اللبنانية الإسرائيلية. على صعيد متصل، حذرت مصر من مخاطر فتح جبهة حرب جديدة في لبنان على خلفية الأحداث الأخيرة بقرية مجدل شمس بالجولان المحتل السوري، بما في ذلك أو بما قد يؤدي إلى انزلاق المنطقة إلى حرب إقليمية شاملة. وأكدت الخارجية المصرية أهمية دعم لبنان وشعبه ومؤسساته وتجنيبه ويلات الحرب. من ناحية أخرى، حذرت مصر مجددا من مخاطر استمرار إسرائيلي في حربها أو إسرائيل في حربها ضد قطاع غزة، مطالبة بضرورة التوصل لوقف فوري وشامل لإطلاق النار ينهي المعاناة الإنسانية في القطاع في أسرع وقت. بعد حادث مجدل شمس، أعلنت إسرائيل رفع جاهزيتها القتالية في الشمال، وتوعدت حزب الله الذي نفى ضلوعه بالحادثة بدفع الثمن. وتوالت الردود الإسرائيلية على مناطق مختلفة في الجنوب اللبناني، وبالتبعية كان رد حزب الله جاهزاً داخل المستوطنات الإسرائيلية، وهو ما نرصده في العرض التالي مع الزميل أحمد أبو زيد. من غزة إلى هضبة الجولان المحتل وربما إلى داخل لبنان، رقعة الصراع آخذة في الاتساع، أطرافها بعد الهجوم الذي استهدف منطقة مجدل شمس في الجولان السوري المحتل. تنتقل العملية العسكرية إذن بين حزب الله وإسرائيل إلى بلدات عدة على الحدود المشتركة، الحدود اللبنانية مع إسرائيل. شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارات متتالية على أطراف بلدتي العباسية وطير دبا في قضاء صور في الجنوب بالطبع، مستهدفا منطقة مفتوحة لم تؤدي وفق التقارير الموثقة إلى أي إصابات.
في بلدتي برج الشمالي وطير حرفة. شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي أيضا غارات على بعض المنازل، ما أدى إلى تحقيق إصابات بين السكان المدنيين وأضرار وصفت بالجسيمة في الممتلكات والبنى التحتية، إضافة إلى بعض المنازل التي كانت محيطة بالمكان المستهدف. في مرج عيون اختلف القصف الإسرائيلي فكان بالمدفعية واستهدف أطراف بلدة ميس الجبل الشمالية في وادي البير وكذلك كركزان والدباكة، إضافة إلى تحليق كان تحليقا منخفضا فوق منطقة جزين. هذا قضاء مرج عيون. إذن ناحية بلدة كفر كلا الجنوبية أيضا أطلقت مسيرة إسرائيلية صاروخين على البلدة وأحدثت أضرارا مادية، وذلك كان بالتزامن مع قصف مدفعي أيضا على منزل عند أطراف بلدة طارية. في المقابل وتحديدا هنا في مستوطنة شتولة، أعلن حزب الله أن عناصره قصفت تموضعا لقوات الاحتلال بالأسلحة المناسبة كما يصفها دوما، وذلك بعد قصف صاروخي استهدف تمركزا لجنود الاحتلال في مستوطنة المنارة، ما أدى إلى احتراقه وإصابة الجنود التي كانت تتمركز في تلك المنطقة. وهذه كانت أيضا جزءا من الاستراتيجية التي اتبعها حزب الله لاستهداف أهداف بعينها ذات طبيعة نوعية عسكرية واستخباراتية ورادارية على الحدود. هكذا إذن يبدو واقع الحدود اللبنانية الإسرائيلية، وهو يشير إلى احتمالية غير مستبعدة بالمرة، بل إنها آخذة في التنامي في أن تتسع دائرة الحرب والصراع لتشمل نطاقا أوسع، بعدما كان يقول حزب الله إنه يتعهد بأن يكون جبهة إسناد لغزة وإشغال لجيش الاحتلال الإسرائيلي. فما الذي يمكن أن يحدث مستقبلا؟ تهديدات عدة أطلقها قادة إسرائيل بالاستعداد لحرب أشمل مع حزب الله اللبناني، لا سيما بعد هجوم مجدل شمس بالجولان السوري المحتل. التهديدات قوبلت بدعوات للتهدئة ومنع التصعيد، في حين حذرت صحف إسرائيلية من قيام الجيش بمغامرة غير محسوبة على جبهة الشمال. على مدار نحو 10 أشهر من المناوشات وتبادل الاستهدافات والقصف بين حزب الله اللبناني وإسرائيل، لم يكن في الحسبان أن تكون قرية مجدل شمس في الجولان السوري المحتل نقطة اشتعال جديدة وسبباً لجر المنطقة إلى حرب محتملة أوسع نطاقاً. 12 قتيلاً ونحو 30 مصاباً إثر انفجار صاروخ في ملعب كرة قدم بمجدل شمس، حادثة مفاجئة كانت كفيلة بتحويل دفة الحرب الإسرائيلية إلى جبهتها الشمالية مع جنوب لبنان، رغم نفي حزب الله ضلوعه في تنفيذ هذا الهجوم. بالتهديد والوعيد كانت ردود الفعل لدى قادة إسرائيل مع نية للتصعيد وإجبار حزب الله على دفع ثمن هذا الهجوم، مثل ما جاء على لسان وزير الدفاع يوف جالانت. غير أن بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية رأت أن تلك التهديدات ليست إلا جزءا من خطاب دعائي بدأته حكومة بنيامين نتنياهو في غزة منذ 7 أكتوبر الماضي. عموس هاريل المحلل الإسرائيلي العسكري قال في مقال نشرته صحيفة هارتس إن قادة إسرائيل يمارسون ما يشبه لعبة الروليت الروسي، وهي لعبة موت يتم فيها إفراغ المسدس من كل طلقاته والإبقاء على طلقة واحدة قد تقتل صاحبها. الكاتب الإسرائيلي حذر من رد متطرف قائلا إن نتنياهو والجيش قد يدخلان إسرائيل في مغامرة جديدة غير محسوبة دون أي خطط واضحة، كما هي الحال في حربهما على قطاع غزة على حد وصفه. واعتبر المحلل العسكري الإسرائيلي أن حكومة نتنياهو أصبحت بارعة في الإخفاقات الأمنية، مدللا على ذلك بحادث قرية مجدل شمس، منحنى تصاعدي تدفع به حكومة نتنياهو، وهذه المرة باتجاه الشمال على جبهة حزب الله في الجنوب اللبناني، من تهديدات وحرب نفسية تشنها إسرائيل لتعود طبول الحرب تقرع من جديد، بما ينذر بانزلاق منطقة الشرق الأوسط إلى هوة صحيقة من العنف والمواجهات طويلة الأمد من جراء سياسات حكومة متطرفة في تل أبيب. ما بين تحذير المجتمع الدولي لإسرائيل بعدم شن حرب في جنوب لبنان وغزوها الأول له، مرت 46 عاماً من التوترات، حصدت لبنان النصيب الأكبر من أضرارها،
واحتلت إسرائيل جنوبي لبنان للمرة الأولى عام 1978 حتى انسحابها منه عام 2000 وصدور قرار الأمم المتحدة بإقامة الخط الفاصل بينهما والمعروف باسم الخط الأخضر الأزرق عفوا. منذ غزو إسرائيل جنوب لبنان للمرة الأولى في مارس 1978 يحذر المجتمع الدولي من تكراره ومساوئ تبعاته على استقرار المنطقة برمتها. كانت الأسباب مشابهة والهدف المعلن من جيش الاحتلال القضاء على الفصائل الفلسطينية الموجودة هناك بعملية عسكرية عرفت إعلامياً بعملية الليطاني كرد من الاحتلال على عمليات الفصائل التي تستهدف المستوطنين. نجح الاحتلال نسبياً في إنهاء وجود الفصائل الفلسطينية بالجنوب اللبناني ووضع قدماً له في المنطقة الحدودية يعيث فيها تدميراً وتهجيراً لسكانها حتى احتل ما يقارب 10% من مساحة لبنان الكلية، ومنفذاً لعمليات عسكرية متقطعة إلى أن أصدرت الأمم المتحدة قرارها عام 2000 بوضع خط أزرق حدودي فاصل بين الجانبين لا علاقة له بأي اتفاق مستقبلي لترسيم الحدود بينهما. انسحبت إسرائيل من الجنوب اللبناني بعد 22 عاماً من غزوها الأول، وتبدل وجود الفصائل الفلسطينية بحزب الله اللبناني الذي نمت قدراته تدريجياً بعد سلسلة عمليات أمنية وعسكرية له في المنطقة الجنوبية من لبنان أدت لصعوده كقوة عسكرية تم تصنيفها لاحقاً بالأقوى داخل الجنوب اللبناني. لم يأتي انسحاب الاحتلال من جنوب لبنان عام 2000 كاملاً، وأكمل سيطرته على مزارع شبع الموازية للجولان السوري المحتل والمقدرة مساحتها بنحو 250 كيلومتراً مربعاً، فضلاً عن نقاط أمنية عدة على طول الخط الأزرق. واستمر الوضع على توتراته منذ 46 عاماً وليومنا الحالي بذرائع مختلفة اقتصرت نتائجها على تزايد مساحة الاحتلال شمالاً وفقدان لبنان لعشرات الكيلومترات جنوباً. إذن ينضم إلينا من إبل السقي جنوبي لبنان أحمد سنجاب مراسل القاهرة الإخبارية. أهلا بك أحمد. إذن يعني هناك عديد من الاستهدافات الإسرائيلية، أطلعنا على آخر التطورات في الجنوب اللبناني. نعم، تحياتي لك من الحدود اللبنانية الجنوبية. بالفعل الاستهدافات الإسرائيلية مستمرة، حيث قام جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ قليل باستهداف سيارة ودراجة نارية في المنطقة الواقعة وعلى الطريق الواقع بين بلدة ميس الجبل التي تقع في القطاع الشرقي على بعد كيلومترات محدودة من المكان الذي نقف فيه الآن وبين بلدة شقرة، فمما أسفر عن سقوط أو مقتل شخص على الأقل وإصابة 4 آخرين من بينهم إصابات خطرة. ووفقا للمعلومات الأولية فمن بين هذه الإصابات أيضا طفل جراء الغارات أو الاستهداف الإسرائيلي بمسيرة لسيارة ودراجة نارية في هذه المنطقة. وبالتالي إسرائيل تستهل اليوم بهذه العملية النوعية التي ربما قد قادت إلى مقتل مسؤول في هذه المنطقة أو عنصر تابع لحزب الله، ولكن حتى الآن المعلومات الأولية تفيد بسقوط قتيل على الأقل وإصابة 4 آخرين، ولم يتم تحديد هوية من تم استهدافهم بشكل واضح، ولكن جاري المتابعة الآن لمعرفة هويات من كانوا بهذه السيارة ومن كان على الدراجة النارية. ولكن هذا فصل جديد أو نقطة جديدة من التصعيد في الجبهة الجنوبية اللبنانية، وخصوصا بعد سلسلة من الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت عدة بلدات على مدار يوم أمس، من بينها بلدة الخيام التي تقع ربما بضعة أمتار من هذا المكان الذي نقف فيه،
بالإضافة إلى بلدة كفر كلا وعدة بلدات أيضا في القطاعين الغربي والأوسط من الجنوب اللبناني، بالإضافة إلى الاستهداف بالأمس في منطقة بعلبك. وبالتالي يبدو أن الجبهة الجنوبية اللبنانية ستكون على موعد مع تصعيد جديد خلال الساعات القليلة المقبلة في ظل هذه الاستهدافات، وفي ظل الترقب أيضا لما ستكون عليه العملية العسكرية الإسرائيلية التي هددت بها على مدار في لبنان على مدار الساعات القليلة المقبلة. وبالتالي الترقب وسيد الموقف على الحدود الجنوبية اللبنانية. الاعتداءات الإسرائيلية على مدار الساعات الماضية وعلى تحديدا على مدار يوم أمس ربما لم يقابلها حزب الله سوى بتنفيذ عمليتين فقط من الجنوب اللبناني، وهي من أقل أو من أقل عدد العمليات أو معدل العمليات في يوم واحد منذ بداية التوترات في الجنوب اللبناني. ولكن العمليتان إحداهما استهدفت موقع المنارة والأخرى استهدفت موقع أشتولة، وبالتالي من المتوقع أيضا أن يكون هناك ردود أكبر لحزب الله خلال الساعات المقبلة. نعم، يعني أحمد، من خلال ملاحظتكم هل هناك تغير في وتيرة الاستهدافات وطبيعتها بعد حادث مجدل شمس، بما قد يعني يصنف على أنه بداية للرد الإسرائيلي، أم أنها الوتيرة المعتادة ربما التي تستهدف بها إسرائيل المناطق المختلفة من الجنوب اللبناني خلال الفترة الأخيرة، وهذا يأتي خارج سياق الرد الرسمي لإسرائيل الذي ترغب به ربما؟ على مدار يوم أمس ربما كانت وزيرة العمليات أقل من المعتاد، وكان هذا مسار قلق كبير جدا، وأيضا ربما كان يصنف على أنه هدوء ما قبل العاصفة. ولكن بعد عملية الاستهداف بمسيرة قبل قليل وإصابة مدنيين جراء هذه الغارة، وأيضا إصابة طفل جراء هذه الغارة الجوية الإسرائيلية بمسيرة، ربما تتغير الأوضاع خلال الساعات القليلة المقبلة، وربما يكون هذا جزء من العدوان الإسرائيلي أو من العمليات الإسرائيلية التي هدد بها جيش الاحتلال الإسرائيلي. فبالتالي سننظر على من تم استهدافه في هذه السيارة، أو أيضا على الدراجة النارية إذا كان مسؤول أو قيادي رفيع المستوى في حزب الله، فربما يكون ردا من قبل، أو ربما يكون هذه هي جزء من العملية التي ينوي جيش الاحتلال الإسرائيلي تنفيذها ضد لبنان، أم سيكون هناك توسع لهذا الأمر في نطاقات أوسع بعيدا عن الجنوب اللبناني وصولا إلى مثلا بعلبك أو البقاع، مثلما حدث في عمليات كثيرة سابقة كان جيش الاحتلال الإسرائيلي يرد بها على عمليات كبرى نفذها حزب الله من الجنوب اللبناني. فالأمور جميعها مفتوحة في الجنوب اللبناني وكافة السيناريوهات مفتوحة، وأيضا لا سقف حتى الآن للتوقعات بشأن العمليات التي ينتوي جيش الاحتلال الإسرائيلي تنفيذها في لبنان خلال الساعات المقبلة. إذن يعني كما أشرت، خلال الساعات المقبلة هناك ترقب عالي فيما يتعلق بما قد يأتي من رد إسرائيلي. أود أن أشكرك جزيلا، كنت معنا من إبليس صقي على الحدود الجنوبية اللبنانية، أحمد زنجاب مراسل القاهرة الإخبارية. ننتقل الآن مشاهدينا إلى التطورات في قطاع غزة. استشهد عدد من المواطنين وأصيب آخرون في قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف مناطق عدة في قطاع غزة، حيث قصف الاحتلال بقذائف المدفعية حيث للهوى جنوبي مدينة غزة وفي المناطق الجنوبية الغربية للمدينة أيضا، كما قصف الاحتلال شمال وشرق خان يونس جنوبي القطاع، فضلا عن قصفه شمال غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة. وأقدم الاحتلال على نسف مباني سكنية في بلدة القرارة شمالي خان يونس، واستهدف بطائراته منزلا في حي الصبرة جنوبي غزة، مما أدى لاستشهاد 3 مواطنين وإصابة آخرين بينهم أطفال ونساء. كذلك أطلقت طائرات الاحتلال المسيرة الرصاص في شارعي الصناعة والمغربي جنوبي مدينة غزة.
والمزيد من المتابعة ينضم إلينا من خان يونس يوسف أبو كويك مراسل القاهرة الإخبارية. أهلا بك يوسف، إذن جديد التطورات لديك؟ نعم منى، نحن أمام تطورات ميدانية متسارعة يوسع من خلالها الاحتلال رقعة العمليات البرية ويقلص ما يسميها بالمنطقة الإنسانية ويرفع من أعداد النازحين في المنطقتين الغربية لمدينة خان يونس ودير البلح. ما شهدته الليلة مدينة خان يونس حتى هذه اللحظة هي أصوات انفجارات ناجمة عن قصف مدفعي تركز في منطقة الشيخ ناصر شرق المدينة وفي منطقة أصناطي في عبسان. أطلقت الآليات الإسرائيلية النار صوب منازل المواطنين هناك، كما استهدفت أيضا المناطق الشرقية من المدينة وتحديدا منطقة الزنة ومنطقة القرارة، وهناك نفذ جيش الاحتلال تفجيرات تحت السيطرة لتدمير مزيد من المربعات السكنية في منطقة خان يونس، كما أيضا استهدفت منطقة السطر الشرقي ومحيط شارع 5 بالمدينة. لكن منذ منتصف الليلة الماضية حتى هذه اللحظة لم يصل أي من الشهداء إلى مستشفى ناصر الطبي بمدينة خان يونس. أصوات الانفجارات أيضا دوت في المنطقة الغربية من مدينة رفح جنوب قطاع غزة، وهي ناجمة عن قصف مدفعي طال منطقة تل السلطان، إضافة إلى عمليات تفجير يقوم بها الاحتلال ضد المربعات السكنية، وهي المشاهد التي يوثقها هؤلاء الجنود ليظهروا تفاخرهم وتباهيهم بعمليات تفجير أحياء ومبان سكنية في مدينة رفح. وسط القطاع عاش ليلة فيها الكثير من التخوفات لبدء عملية برية في منطقة البريج بعد حالة النزوح الكبيرة التي شهدها المخيم مساء أمس، بعدما نشر الناطق باسم جيش الاحتلال تحذيرات للسكان في المنطقة الوسطى، تحديدا مخيم البريج بأكمله، المنطقة الشرقية من مخيم النصيرات والشمالية الشرقية وهي حي الدعوة ابتداء من شارع 20 وصولا إلى شارع صلاح الدين. هذه المناطق طالب الاحتلال السكان فيها بالإخلاء بدعوى أن هذه المناطق تستخدم كقواعد انطلاق للصواريخ صوب البلدات والمستوطنات الإسرائيلية، وقال الناطق باسم الجيش إن الجيش سيعمل هناك بقوة حسب وصفه. لكن حتى هذه اللحظة لم يسجل أي تقدم للآليات الإسرائيلية في المحافظة الوسطى، واقتصر الأمر على غارة جوية استهدفت منزلا في وسط مخيم البريج. إلى ذلك استهدفت المدفعية الإسرائيلية المنطقة الشمالية والشمالية الغربية من مخيم النصيرات، وهي مناطق تتعرض بشكل دوري للقصف المدفعي، كما قام جنود الاحتلال بإحراق عدد من المنازل في منطقة المغراقة شمال مخيم النصيرات. الواقع في محافظة غزة لا يختلف كثيرا عما هو جار في جنوب القطاع. في غزة تقدمت آليات الاحتلال باتجاه حي تل الهوى، وهناك أطلق الجيش النار صوب منازل المواطنين، وشهود العيان يتحدثون عن حصار بعض العائلات بفعل التقدم المفاجئ لآليات الاحتلال التي وصلت عند مشارف المشفى الميداني الأردني هناك، كما قصفت أيضا الطائرات الحربية منزلا في حي الصبرة، ما أسفر عن استشهاد 3 مواطنين وإصابة آخرين، وقد نقلوا جميعا إلى مشفى الأهلي المعمداني بمدينة غزة. الزوارق الحربية الإسرائيلية هي الأخرى تشارك في هذا العدوان، وقد استهدفت المناطق الغربية من مدينة غزة والمناطق الغربية أيضا من مدينة الزهرة وسط قطاع غزة. نعم، إذن أشكرك على كل هذه التفاصيل، كنت معنا من خان يونس مراسلنا من هناك يوسف أبو كويك. جدد الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إلى وقف إطلاق النار بشكل فوري في قطاع غزة. جاءت دعوة بوريل في أعقاب الإعلان عن استشهاد 36 فلسطينيا وإصابة العشرات جراء غارة إسرائيلية على مدرسة اللاجئين بوسط القطاع. وأكد بوريل في تغريدة على إكس على ضرورة احترام القانون الإنساني الدولي وتقديم المساعدة الإنسانية للمدنيين على نطاق واسع، وأن الحل السياسي وحده سينهي هذا الجنون على حد وصفه. انسحبت قوات الاحتلال الإسرائيلي من مخيم الدهشة في بيت لحم في الضفة الغربية المحتلة
بعد اقتحام استمر لساعات وحملة اعتقالات طالت عشرات المواطنين. وفي رام الله اعتقلت قوات الاحتلال عدد من الشبان الفلسطينيين إثر اقتحامها بلدات بيتونيا غربي رام الله وبيت فجار في بيت لحم ومخيم طول كرم بالضفة الغربية. وأفادت وسائل إعلام فلسطينية باندلاع اشتباكات بين عدد من الفلسطينيين وقوات الاحتلال في بلدة العيسوية شمالي القدس المحتلة، كما اقتحمت قوات الاحتلال مخيم قلنديا شمالي القدس المحتلة. نشرتنا مستمرة وفيها بعض الفاصل. روسيا تتقدم في أوكرانيا وبوتين يحذر من نشر صواريخ في ألمانيا. تطورات الأوضاع في أوكرانيا. Ukraine's future is in NATO. Counting on us. Защитим и наш народ. Слава Украине. أفاد مراسلنا بقصف القوات الروسية مدينة خيرسون الأوكرانية بشكل مكثف دون أنباء عن وقوع خسائر أو إصابات. وتشهد مدينة خيرسون الواقعة جنوب أوكرانيا اشتباكات ضارية بين القوات الروسية ونظيرتها الأوكرانية، ما أدى إلى تعرض سكانها للخطر نتيجة القصف المكثف. أعلنت وزارة الدفاع الروسية سيطرتها على قريتين في منطقة دونتسك الشرق أوكرانيا، وأشارت إلى أن قواتها عززت مواقعها العسكرية مع القوات الأوكرانية على طول خط المواجهة حول القريتين بعد السيطرة عليها. في الأثناء أعلنت مصادر محلية روسية اشتعال النيران في 3 خزانات بمستودع النفط في المنطقة نتيجة هجوم بطائرات مسيرة شنته أوكرانيا. أعلن حاكم منطقة أوريول في جنوب غرب روسيا تنفيذ القوات الأوكرانية هجوماً بطائرات مسيرة على محطة للكهرباء، وأضاف أن الهجوم على المحطة أسفر عن وقوع أضرار بالمحطة دون وقوع أي إصابات أو خسائر بشرية. هذا وحذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الولايات المتحدة من أنه في حال نشرها صواريخ طويلة المدى في ألمانيا فإن بلاده ستضع صواريخ مماثلة في مواقع يسهل منها قصف الغرب. وقال إن نشر هذه الصواريخ الأمريكية من شأنه أن يهدد المراكز العلمية والبنى التحتية الروسية. يأتي ذلك بعد أن قالت واشنطن وبرلين في وقت سابق إن الولايات المتحدة ستبدأ في نشر أسلحة طويلة المدى في ألمانيا في عام 2026 في إطار التزامها تجاه حلف الناتو والدفاع عن أوروبا. تواصل نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس حملتها للحصول على دعم الديمقراطيين للترشح للانتخابات الرئاسية الأمريكية. واستطاعت هاريس الحصول على دعم أغلبية المندوبين في مؤتمر الحزب بما يضمن لها إمكانية إعلان ترشحها في أغسطس. أصبحت الرياح تأتي بما تشتهي نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس في سباق البيت الأبيض، فلا تزال الأجواء مواتية لها لتمثيل الحزب الديمقراطي بعد أن جمعت 200 مليون دولار وسجلت 170 ألف متطوع جديد خلال أسبوع واحد
منذ أن أعلنت ترشحها للرئاسة، خملة هاريس بدأت مباشرة بعد إنهاء الرئيس جو بايدن مساعيه للترشح لفترة جديدة في 20 من يوليو الجاري، وأيد بايدن ترشح هاريس لخوض انتخابات الرئاسة في نوفمبر المقبل ضد الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب، إلا أنه تعهد بالبقاء في منصب الرئيس حتى انتهاء ولايته في 20 من يناير 2025. حسب مكتبها فقد تلقت هاريس أول 100 مليون دولار من الداعمين خلال 36 ساعة فقط بعد إعلان بايدن الانسحاب من السباق، وحصلت هاريس على دعم أغلبية المندوبين في المؤتمر الوطني للحزب الديمقراطي، وهو ما يضمن على الأرجح إعلانها مرشحة الحزب للرئاسة الشهر المقبل. ويبدو أنها بدأت بداية قوية حيث تسعى لرسم مسار جديد يميزها كأول امرأة تصل إلى البيت الأبيض إن نجحت تلك المساعي. وفي حال فوز هاريس في هذا السباق فإنها سوف تكون كذلك أول مواطن أمريكي من أصول أسوية يسكن البيت الأبيض، وهو الأمر الذي استطاعت تحقيقه عندما كانت أول أمريكية أفرو أسيوية تتولى منصب نائب الرئيس. أعلنت لجنة الانتخابات في فنزويلا فوز الرئيس نيكولاس مادورو في الانتخابات الرئاسية في فنزويلا لولاية ثالثة، وأشارت لجنة الانتخابات في فنزويلا إلى أن مادورو حصل على 51.2% من الأصوات. وكانت زعيمة المعارضة الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو قد دعت الناخبين للبقاء في مراكز الاقتراع لمراقبة عمليات فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية. أفادت مراسلتنا باندلاع حرائق غابات في ولاية باجا شمال غرب تونس، ما أسفر عن تلف أكثر من 7 هكتارات من المساحة الخضراء. وأضافت أن فرق الحماية المدنية التونسية والجزائرية تسيطر على الحريق وجاري عمليات الإطفاء. دعت المنظمات الإنسانية العاملة في مدينة كسلا شرقي السودان إلى تقديم المساعدات الإغاثية الفورية لمواجهة آثار الفيضانات التي تضرب المنطقة. وأفاد مراسلنا بأن مياه الأمطار والفيضانات غمرت مساحة واسعة من شوارع ومنازل ومرافق مدينة كسلا. وذكر المراسل أن الفيضانات تزيد معاناة النازحين في مراكز الإيواء والقاطنين في الخيام نتيجة محاصرة المياه لهم، فضلا عن نقص الإمدادات الإغاثية. وفقا لوزارة الزراعة السودانية تم تدمير ما يقرب من 1470 منزلا في كسلا، وغالبا ما تضرب الفيضانات السودان وخاصة خلال الفترة بين يوليو وأكتوبر. تسبب انهيار أحد السدود الواقع على نهر غوانشوي بمقاطعة هونان بوسط الصين في حدوث موجة من الفيضانات بالمنطقة، وتم إجلاء أكثر من 3100 شخص ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات. وحثت وزارة إدارة الطوارئ الصينية على بذل الجهود لإجلاء المتضررين وتعبئة الأفراد المحترفين والمواد والمعدات وضمان سلامة السكان المحليين ورجال الإنقاذ. وقالت الوزارة إن هونان ستشهد عواصف مطيرة غزيرة بسبب تأثير إعصار جيمي. تعاني دول العالم من التغيرات المناخية المختلفة والتي تسبب مؤخراً في وقوع خسائر بشرية ومادية كبيرة، فبعض الدول تشهد فيضانات وأمطار غير مسبوقة، بينما يعاني البعض الآخر من حرائق غابات تلتهم آلاف الأفدنة من المساحات الخضراء. حالة من التطرف المناخي يعاني منها عدد من دول العالم خلال الفترة الأخيرة، ففي الوقت الذي يشتكي فيه السكان من موجة فيضانات غير مألوفة وأمطار مدمرة، يعاني آخرون من حرائق الغابات الناجمة عن الارتفاع الشديد في درجات الحرارة. دول شرق آسيا تعاني حالياً من إعصار جيمي، حيث قتل وأصاب العشرات أثناء اجتياحه تايوان، وتسبب في تفاقم الأمطار الموسمية في الفلبين واليابان، ما دفع الحكومات المحلية إلى إنشاء ملاجئ لإيواء آلاف السكان الذين تم إجلاؤهم حفاظاً على حياتهم. وفي الصين أيضاً
تعرضت أكثر من 190 بلدة ومدينة ومنطقة فرعية جنوب البلاد لأمطار غزيرة، والتي أسفرت عن مقتل نحو 12 شخصاً نتيجة فيضانات وتعطل السكك الحديدية في أماكن أخرى بالبلاد. أما في الولايات المتحدة الأمريكية، شهدت كاليفورنيا حرائق غابات هي الأشد فتكاً والأكثر تدميراً خلال السنوات الأخيرة وفقاً للمركز الوطني لمكافحة الحرائق، حيث ساعدت الحرارة المرتفعة على انتشار الحرائق في أكثر من 450 ألف فدان، وتم إجلاء آلاف الأشخاص إلى مناطق آمنة. وفي أمريكا الشمالية أيضاً، دمر حريق غابات مستعر بلدة جاسبر السياحية غرب كندا، ما دفع السلطات إلى إصدار العشرات من أوامر الإخلاء والتنبيهات بعد اشتعال أكثر من 176 حريق غابات وخروج معظمها عن السيطرة. القارة العجوز لم تكن بعيدة عن تلك التغييرات المناخية، حيث اندلعت حرائق غابات في العديد من الدول على رأسها إسبانيا، حيث استخدمت السلطات في مدريد الطائرات لإطفاء الحرائق، كما وضعت حوالي نصف أراضي إسبانيا في حالة تأهب بسبب ارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير. بالتزامن مع ما يشهده العالم حالياً من ظروف مناخية متناقضة، حذر خبراء الأرصاد الجوية وأبحاث المناخ من أن الفترة المقبلة تحمل سيناريوهات أكثر تطرفاً وخروجاً عن المألوف، وتطلب تحركاً سريعاً لاحتواء تلك الأزمة. اقتصادياً، ارتفعت أسعار النفط اليوم الاثنين لتقلص خسائر الأسبوع الماضي وسط مخاوف من اتساع الصراع في الشرق الأوسط بعقب الهجوم الصاروخي على هضبة الجولان، وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 3% لتصل إلى 81 دولار و33 سنتاً للبرميل الواحد، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1% لتصل إلى 77 دولار و25 سنتاً للبرميل. ارتفعت أسعار الذهب اليوم الاثنين وسط توقعات بخفض أسعار الفائدة الأمريكية في سبتمبر المقبل، وتصاعد حدة تصاعد حدة التوتر الجيوسياسي في الشرق الأوسط، وصعد الذهب في المعاملات الفورية 5% ليصل إلى 2397 دولار و65 سنتا للأوقية، كما زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 7% ليصل إلى 2396 دولار و70 سنتا. بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 900% إلى 28 دولار و14 سنتا للأوقية، كما ارتفع البلاتين 900% إلى 943 دولار و49 سنتا، وصعد البلاديوم 1.1% إلى 909 دولارات و71 سنتا. يدور الصراع بين حزب الله اللبناني وإسرائيل في وقت يعاني فيه لبنان من أزمات مالية وسياسية طاحنة، وسيزيد الصراع من حجم المخاطر التي تحيط بالبلد الذي يعيش أوضاعاً اقتصادية صعبة، حال تصاعدت حدة الأعمال القتالية وتحولت إلى حرب شاملة. في وقت يعاني خلاله لبنان أزمات سياسية واقتصادية طاحنة، جاء التوتر بين حزب الله اللبناني وإسرائيل ليثقل كاهل البلد الذي يعاني من أزمات اقتصادية منذ نحو 5 سنوات، ما أدى إلى انهيار الليرة اللبنانية لأدنى مستوياتها في التاريخ. الحالة الاقتصادية الآن في لبنان
قاب قوسين أو أدنى من الانهيار والانزلاق للهاوية إذا دخل لبنان في حرب مع إسرائيل في الوقت الحالي، حيث تستنزف الحروب أموال البلاد والناتج المحلي، ويتم توجيه كافة الموارد لتمويل الحرب، ولبنان لن يحتمل أي من ذلك مع حالة الانهيار المالي الذي يشهده منذ عام 2019 تحديداً. البنك الدولي وصف حالة الانهيار هذه بأنها واحدة من أشد فترات الكساد في العصر الحديث، بعد أن انخفضت قيمة إجمالي الناتج المحلي للبنان من 55 مليار دولار في 2018 إلى 31 مليار و700 مليون دولار في 2020، ولم تنفذ الحكومة الإصلاحات اللازمة للتعافي حتى الآن. وفي مايو أصدر البنك الدولي تقريراً أوضح فيه استمرار تأثر لبنان بالأزمة، وأشار إلى أن معدل الفقر زاد بأكثر من 3 أضعاف خلال العقد المنصرم ليصل إلى 44% من السكان. وجاء في التقرير أيضاً أن واحداً من كل 3 لبنانيين وقع في براثن الفقر في 2022. وفي ظل ذلك لا يستطيع لبنان الدخول في حرب وليس هناك رئيس أو حكومة تتمتع بصلاحيات كاملة في البلاد منذ انتهاء ولاية ميشيل عون الرئاسية في أكتوبر 2022، إضافة إلى الفقر المدقع الذي يعاني منه أغلب اللبنانيين وضحالة الموارد والأزمات المالية والاقتصادية المتعاقبة التي أرهقت البلاد. الآن مع منافسات دورة الألعاب الأولمبية الصيفية باريس 2024. محمد السيد لاعب منتخب مصر المصنف العاشر عالمياً بالميدالية البرونزية في منافسات سلاح المبارزة فردي رجال في أولمبياد باريس، وفاز البطل المصري على اللاعب المجري تيبور أندراس في المصنف 16 بنتيجة 8-7، وانتهت الفترة الأولى لصالح اللاعب المجري بنتيجة 3-2 قبل أن يواصل اللاعب المجري تفوقه في الفترة الثانية التي أنهاها لصالحه بنتيجة 4-3. الفترة الثالثة كانت أكثر إثارة حيث انتهت بنتيجة 7-7 لتتجه المباراة إلى الوقت الإضافي الذي ابتسم في النهاية للاعب المصري بنتيجة 8-7. أعرب محمد السيد اللاعب المصري الفائز بالميدالية البرونزية في سلاح السيف المبارزة بأولمبياد باريس في مداخلة لقناة إكسترا نيوز المصرية عن أمله في أن تكون تلك الميدالية بداية لميداليات أخرى تفوز بها مصر خلال الأولمبياد. وقد أكد محمد السيد أن الدولة المصرية وفرت كافة الإمكانيات من أجهزة فنية وأجهزة طبية ونفسية ومعسكرات دولية لكي يؤدي الرياضيون بمستوى جيد خلال دورة الألعاب الأولمبية. شعور ما يتوصفش، الحمد لله افتتحت ميداليات البعثة المصرية في أولمبياد باريس، وإن شاء الله دي بداية لسلسلة ميداليات جاية. بالنسبه لي انا لسه بطولتي ما خلصتش، عندنا بطوله الفرق ان شاء الله نركز ونقدر نجيب ميداليات. هو احنا كنا قبل ما نيجي هنا في معسكر في ايطاليا لمده اكثر من 3 أسابيع، متوفر لنا كل حاجه هناك، كل الامكانيات عشان نقدر نيجي نأدي بالمستوى ده. وطبعا بشكر الوزاره والاتحاد واللجنه الاولمبيه
والبنك الاهلي على كل اللي هم وفروا لنا من امكانيات عشان نقدر نأدي بالمستوى ده ونقدر نحرز الميداليه، وشركه لارز برضو. فالحمد لله ربنا كرمنا وان شاء الله اللي جاي. كانت اول مره نواجه وعد، يعني لعبت عدد مهول من البطولات، بس دايما هو بيبقى سكته في البطوله غير طريقي، ولكن قرعتنا جت مع بعض هنا في الاولمبياد والحمد لله قدرت افوز عليه. يعني في الدوله موفره لنا كل حاجه من اول حرفيا الديتيلز الصغيره اللي اللعيب بيكون محتاجها، لامكانيات من اجهزه فنيه، اجهزه طبيه، ومعد نفسي، معسكرات دوليه زي اللي بنلعب بيه، كل حاجه فعلا. فاللعيب خلاص مش بيكون بيفكر في حاجه غير الماتش بتاعه وانه ازاي يكسبه. طبعا بشكر كل الافراد القائمه يعني على التوفيق ده، والحمد لله بالنتيجه. طبعا مجهود الاستاذ كبير قوي، يعني ما اقدرش اوصفه، مش مجهود شهر بس قبل البطوله، مجهود سنين وتخطيط من بعد الاولمبيات اللي فاتت ازاي نقدر نجيب ميداليه اولمبيه. واحب اوجه لاي حد ما بيقاسش وافضل يعني مركز على حلمك مهما كان قدامك صعوبات، وخليك قريب قوي 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 من ربنا عشان من غيره مش هتحقق اي حاجه. لعبت اولمبياد الشباب في الارجنتين 2018 واولمبياد طوكيو 2020، ودي الاولمبياد الثالثه. لسه عندي 21 سنه، بحمد ربنا على الانجازات دلوقتي، بس دي لسه البدايه مش النهايه. وزي ما قلت البطوله ما خلصتش، لسه عندنا ايفنت الفرق كمان كام يوم، هنلعب منتخب الفرنسي على ارضه مع جماهيره، ويعني الارض زي ما قلت مع صاحبها، بس ان شاء الله هنكسر احنا القاعده دي ونكسبهم ونحقق ميداليه ثانيه ان شاء الله. طبعا بشكر كل الناس اللي دعمونا سواء على السوشيال ميديا او سواء عن اي طريق ثاني، بشكرهم كلهم جدا. والناس اللي دعوا لنا اكيد دعواتهم دي عملت فرق، وخليهم ورا الابطال في الايام الجايه كمان، ولو حد ما توفقش ما يقسوش عليه، وان شاء الله يعني يكون في السلام للميداليات الجايه. في منافسات السباحة، تمكن الفرنسي ليون مارشاند مدفوعا بجماهير بلاده في الفوز بالميدالية الذهبية بسباق 400 متر فردي متنوع بأداء متميز وبفارق كبير عن أقرب منافسيه. إلى هنا تنتهي نشرتنا، وهذه تذكرة بالعنوين: تأخير وإلغاء رحلات طيران من وإلى بيروت كإجراء احترازي في ظل التصعيد بين إسرائيل ولبنان. شهداء ومصابون في قصف الاحتلال مناطق وسط وجنوب قطاع غزة. قوات الاحتلال تعتدي على بلدات في رام الله وبيت لحم والقدس وتشد حملات اعتقالات لعشرات الفلسطينيين. ختام النشرة في أمان الله.